وللحديث ومناقشة تصاعد الصراع بين الصدر والإطار التنسيقي وقوى العملية السياسية بشأن تسمية رئيسي الحكومة والجمهورية، معنا رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر عبر الخط الهاتفي الأستاذ مصطفى كامل. مرحبا بك معنا. حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. يعني في البداية نتساءل عن خلفية هذا الصراع الدائر بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، وإلى أي مدى يؤكد أن العملية السياسية لم تخرج عن طابعها بالمحاصصة؟ بدءا من المؤكد والواضح للجميع أن هذه الفصائل سواء كانت الميليشيات الإطارية أو الميليشيات الصدرية إنما تتصارع على قضيتين أساسيتين. الأولى، من الأحق بالتمثيل الطائفي لشيعة العراق كما يزعمون، والثانية هو الصراع، وهذا عامل أيضا مهم جدا في صراع الأطراف في العراق، هو الصراع على المكاسب والنفوذ التي تتيحها المناصب التي يعني يرغب كل طرف بالاستحواذ عليها. ليس هناك إطلاقا خلاف أو صراع لا على الولاء للخارج وهو إيران هنا، وليس هناك خلاف على مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية المعمول به منذ احتلال العراق. هذه قضايا محسومة، ولكن كما قلت الخلاف ينحصر في قضية تمثيل الطائفة، من يمثل، هل هو حزب الدعوة والميليشيات الإطارية أم مقتدى الصدر وميليشياته التيارية. وبذلك يعني أيضا كما قلنا موضوع المكاسب والمصالح التي يعني يتم الحصول عليها من خلال هذه المناصب الحكومية. كل ذلك حتى لو كان على حساب تعطيل الدولة والبرلمان وعدم يعني الأخذ بعين الاعتبار وأوضاع العراق ومصالح العراق بأي شكل من الأشكال؟ ومتى كانت مصالح العراق يعني تقف في عين هؤلاء جميعا كل الأطراف؟ لو كان هناك مصلحة للعراق في خلافاتهم لأنهوها طيلة هذه السنوات 19 الماضية. رأينا كثير من معالم الخلاف فيما بينهم جميعا دون أن يكون هناك حصة لا للعراق ولا للمواطن العراقي. كما قلت هو خلاف على المناصب وخلاف على تمثيل الطائفة، لأن تمثيل الطائفة الحقيقة يتيح الكثير من المكاسب، سواء مكاسب الوجود الميليشياوي أو مكاسب العلاقة الجيدة مع إيران أو المكاسب الطائفية الأخرى التي يحصل عليها هذا الطرف أو ذاك. ليس للعراق حصة على الإطلاق، وكما نرى يعني كل خلافاتهم ليست على البرامج الحكومية أو على الأداء الحكومي لهذا المسؤول أو ذاك أو لتلك لهذه الوزارة أو تلك، وإنما هو يعني الآن في بقدر تعلق الأمر في هذه الأزمة على الأقل، يتعلق الأمر بأن هل سيتم الاتفاق داخل البيت الشيعي ثم يتوجهون إلى البيوتات الكردية والسنية كما يسمونها، أم أن الاتفاق يكون بين طرف من أطراف البيت الشيعي وأطراف البيوتات السنية؟ توصيفكم هذا أستاذ مصطفى يدفعني للسؤال عن إمكانية تطور هذه الخلافات أو سميها ما شئت، وسقف هذا الخلاف إلى أين يمكن أن يصل؟ بعض المراقبين يقول أنه قد يصل إلى صراع بالسلاح على سبيل المثال وباستخدام الأدوات الخشنة. هل هي فقط مجرد تهديدات وتقاسم للأدوار، أم أن الأمور بالفعل قد تصل إلى بعض الأشكال من التعبير عن الرغبة في الاستحواذ على المشهد؟ يعني شوف، هو لو رأينا إلى واقع الخلافات، لو نظرنا في واقع الخلافات الموجودة بين الأطراف المعنية لوجدنا أنها خلافات عميقة ومستحكمة وغير قابلة للحل، إلا بوجود العامل الخارجي الذي رأيناه يتكرر في كل المراحل السابقة طيلة السنوات 19 الماضية. بمعنى
أن الخلافات حقيقية وجدية وعميقة وواسعة وشاملة بين هذه الأطراف، ولكن لأن هناك من يضبط حركة كل هذه الأطراف فأنني أستبعد تماما أن تنزلق الأمور بينهم إلى صراع دموي على نطاق واسع. قد تكون هناك، قد تحدث هناك حالات من الاغتيالات، حالات من الفردية، تصفيات بشكل أو بآخر، ولكن لن يكون هناك صراع ميليشياوي على الأرض، لأن هذا الأمر ليس في وارد المشروع الإيراني. نعم. الذي يعني يتحكم بالعراق، هم يريدونه صراعا مضبوط النهايات. أيوة. وغير سائد، بمعنى أنهم قادرون على إحكامه من أطرافه، من طرفين، مبتدأه ومنتهاه يكون بالضابط الإيراني الذي يحكم أداء ونفوذ كل الأطراف. أشكرك جزيلا رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.